تحدي القراءة العربي شكل بالنسبة لفلسطين مساحة كبيرة لإعمال العقل والإبداع، وأيضا تسليح أبنائنا بالمزيد من الوعي من خلال الإقبال على القراءة بصورة كبيرة والاهتمام بها، وبالتالي الثقافة في فلسطين واحة من الازدهار. كل التحية والفخر وبطاقات المحبة من وزير التربية والتعليم العالي لكل أبنائنا الذين يشاركون في هذه المساحة الطيبة الأصيلة. الرسالة للمتحدين: ندعو لكم بالتوفيق والثبات، وندعو لكم بالانتصار بإذن الله حتى ترفعوا علم بلادكم وتشكلوا كما شكل من سبقكم مفاخر لهذا الوطن ولهذا الشعب.